يا صديقي اقول اذا قلت القرني ذكرت الصحابي اللي اوصى عليه رسولي اويس القرني. اويس نعم الرسول وصى وصار ابو عمر يدوره وابو بكر يدوره اين اويس القرني. نعم العائله والله اي فعشان كذا شامه قرني يحبك عالم في بني قرني. نبغى نسمع من كبيات ابو انت شرف التقينا ابو عبد العزيز الجبيلان الذي لا في الدعوه سنين. لا لا عدم نوت ما دريت ان لي انا استاهل ابو عبد العزيز انت شرف لالتقينا ابو عبد العزيز الجبيلان الذي لا في الدعوه سنين ينشر قال الله وقال الرسول بكل دوله بارك الله في حياته وبارك دعوته يا لا 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 بارك الله في حياته وبارك دعوته انت شرف لالتقينا ابو عبد العزيز تعال ابو عبد العزيز الجبيلان الذي لا في الدعوه سنين ينشر قال الله وقال الرسول بكل دوله بارك الله في حياته وبارك دعوته يا لا 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 بارك الله في حياته وبارك دعوته. هذه هديه منا استاهل وعبد العزيز استاهل 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 والله حقيقه احنا متابعين ومن سنين.